لجنة الآن منكبة على دراسة مختلف هذه المشاكل في اتجاه جعل العلاقة بين الغابة وجيرانها هي علاقة تنمية، علاقة تكامل وتعايش. اللجنة يعني تستعرض مختلف المشاكل، خاصة مشاكل تحديد الغابويين. كذلك إشكالية الاعتداء على الغابة، أيضا هذا مشكل حقيقي ولثروة وطنية. كذلك هناك إشكالية التحفيظ، أن هناك أملاك يعني محفظة باسم الدولة وينازع فيها جيران الغابة، وكلها هذه قضايا موضوع النقاش الآن. هذا لما أمر من الحضر مع